نجحت السباحة الأهلاوية من المضي خطوات كبيرة وصعبة نحو منافسة كبريات الأندية العالمية، بعدما استطاعت حصد 80 ميدالية خلال مشاركتها في بطولة بلغاريا الدولية التي أقيمت منذ أيام. خاضت السباحة معسكرا مغلقا ببلغاريا وتخلله المشاركة في البطولة الدولية التي ترأس بعثة الأهلي فيها إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وحصد الشياطين الحمر 80 ميدالية. جاءت ميداليات المارد الأحمر كالآتي: 36 ذهبية، 26 فضية، 18 برونزية. احتل الشياطين الحمر المركز الثاني في البطولة الدولية التي شهدت مشاركة عدة فرق من دول من أبرزها رومانيا، بلغاريا وأوكرانيا. لم تقتصر جوائز الأهلي على الميداليات فقط، فنجد أن ريم آسم توجد بجائزة ثاني أفضل سباحة، كما حصل حسن ياسر عزت على جائزة كأس ثالث أفضل سباح، بينما توج يوسف هاني بكأس أحسن ناشئ في البطولة. تأتي هذه البطولة بمثابة إعداد قوي للغاية لقطاع السباحة بالنادي قبل المشاركة في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تنطلق يوم 29 من أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، فيما تنطلق بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة يوم 13 من نوفمبر المقبل. يأمل قطاع السباحة برئاسة وائل عزت رئيس الجهاز في الهيمنة على ميداليات وكؤوس البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة، وبتقديم العديد من السباحين المميزين لصفوف المنتخبات الوطنية عن طريق توفير كافة سبل النجاح لأبنائه وتقديم الدعم الكامل لهم للوصول إلى منصات التتويج في كافة البطولات المحلية والدولية، على غرار ما تم مع أحمد أكرم، علي خلف الله، هاني أمورو، أحمد حمدي، سارة سليمان، والذين قدموا نموذجا رائعا للسباحة الأهلاوية مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت بالمغرب أغسطس الماضي. ثمانين ميدالية في بطولة بلغاريا الدولية إضافة لدولاب وبطولات وتاريخ السباحة في النادي الأهلي، وأكيد لما بيحققوا 80 ميدالية أكيد بيكون عايزين نستضيف كل الأبطال، لكن إحنا بناخد نماذج منهم بيكونوا هم يعني نقول إيه، هم اللي يكونوا الأيقونة أو الكلام منهم نقدر نعرف بطولة بلغاريا إيه اللي حصل فيها. خلينا نرحب بضيوفنا اللي معانا النهارده، كابتن اشرف صلاح المدير الفني لقطاع السباحه في نادي اهلي مدينه نصر. كابتن اشرف بنرحب بيك وراك الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بنجومنا ونجمتنا الكبيره كابتن ريم قاسم احد نجمات النادي الاهلي في السباحه. كابتن ريم منورانا. ميرسي جدا. ومعانا كابتن يوسف هاني كمان حاصل على كاس احسن سباح ناشئ في هذه البطوله. كابتن يوسف بنرحب بيك. حضرتك. خلينا نبدا الحديث والاستعداد لبطوله بلغاريا. اكيد بنشكر كل الجهاز واكيد بنقول لجهاز السباحه بقياده الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب المياه في النادي الاهلي الف مبروك. بطوله مهمه، بطوله قويه، واستعداد قوي للبطولات اللي جايه كمان. كابتن اشرف استعداد للبطوله دي ازاي؟ بصراحه هي بالنسبه لنا بتبقى محطه مهمه قوي لينا، ان احنا بنبتدي بنجمع الاولاد كلهم، بيبقى عندنا حدثين مهمين اللي هي بطوله الجمهوريه طويله وبعديها بطوله الجمهوريه القصيره. فبتيجي بطوله بلغاريا بتبقى بطوله من الحمامات اللي هي الشورت كورس، وبنبتدي نجهز لها بحاجات يعني كتمارين، سواء ان احنا بننزل بطوله وفي نفس الوقت بنخش تمارين شاقه جدا جوه البطوله تجهيزا للبطولات اللي بعد كده اللي بتبقى هنا في مصر. تجهيز للاعداد لدخول البطولات المعترك القوي جدا. لكن خلينا نروح لكابتن يوسف سؤال شويه، لكن خلينا نشوف خد كاس احسن سباح ازاي. كابتن يوسف كاس احسن سباح ناشئ بيمثل لك ايه؟ والله يعني انا كنت مبسوط ان انا خدت كاس ديت، انا كنت واثق الحمد لله ان انا اقدر اخدها كويس مع النادي. يعني البطوله كانت احنا بناخد خبرات في بطولات زي ديت، بطولات في ان احنا نلعب مع ناس من دول تانية وكده، بس الحمد لله. شايف التنافس كان هناك مع مين؟ مع اي دول؟
هو يعني بلغاريا هناك، احنا كنا في بلغاريا بنلعب النوادي بتوع بلغاريا يعني كذا نادي من بلغاريا، والناس وفي نفس الوقت الناس اللي معانا السباحين اللي طالعين في النادي معانا في البطوله. كابتن ريم قاسم كاس تاني احسن سباحه في بطوله بلغاريا، الكلام ده ما جاش من فراغ، جه عن تاريخ كبير للسباحه في النادي الاهلي. ليه؟ هي البطوله عامه اي بطوله اوروبيه او في اي حته بره بيبقى الاحتكاك لذيذ، ان هو كمان بيبقى النادي مسفر كذا فئه عمريه، فالصغير بيستفاد من الكبير والكبير بيستفاد من الاحتكاك مع دول تانية، بالذات ان يعني يوروب تعتبر من الناس اللي في السباحه جامدين جدا، فان احنا نتنافس في حاجه زي كده وان احنا نقدر ناخد جوائز وحاجات كده طبعا بيبقى حاجه يعني بتدينا يعني دفع ان احنا نعمل احسن بعد كده بالظبط كده. صح؟ الكلام انجليزي عربي شويه. صح كده. مظبوط كده. طيب يوسف قول لي بدايتك في السباحه في النادي الاهلي. انا ابتديت سباحه في النادي من وانا عندي 4 سنين تقريبا او 5 سنين في الحدود دي بس ومكمل. لا مفيش بس بس انت بتجري مني في الاسئله. 4 سنين بتبدا سباحه، بابا او ماما او الوالد او الوالده هم اللي بيدفعوك لده، ولا انت لما رحت السباحه عشان تتعلم زي كلنا كده واحنا صغيرين حبيت السباحه وبدات تكمل؟ لا وانا الحقيقه ان انا كنت ما بحبش السباحه خالص، وكنت يعني بتعلمها بالعافيه عشان بس اللي هو دلوقتي بعرف اعوم بتاع كده بس، لكن عشان بتروح البحر ما تغرقش. لو لحد 8 9 سنين انا كنت بحب السباحه خالص، و10 سنين كمان ما بحبش خالص، كنت بحب اروح التمرين تاني، انا كنت بتمرن كوره كمان، فكنت احب الكوره اكتر وكنت برفض ان انا اروح السباحه، بس كملت وبقيت كويس. بطل في السباحه. كابتن اشرف لاحظت ملاحظه كثيرة جدا في كل السباحين اللي بيجوا لي بيقولوا نفس الكلمة اللي قالها كابتن يوسف، إن هم مش حابين يلعبوا سباحة بعد كده يطلعوا أبطال. الموازنة إزاي؟ المعادلة الصعبة دي إزاي؟ يقول لك كل واحد كتير جدا بيجوا لي هنا يقول لي مش عايز ألعب سباحة، بداياتي مش لكن في الآخر بيطلع بطل، بيقعد قدامي بيطلع بطل، إزاي المعادلة دي؟ هو موضوع إن هو يطلع بطل دي بتبقى موهبة طبعا، ف يعني هي دي اللي بتحكم في الاول والاخر، لكن احنا عندنا مشكله ان لعبه السباحه كتدريبها اصلا مختلفه خالص عن الالعاب الجماعيه. الالعاب الجماعيه بيبقى فيها شويه فن، بيبقى فيها شويه مشاركه، سواء كوره، طايره، فولي بول، هاند بول، الحاجات دي كلها بيبقى فيها متعه اكتر من تمارين السباحه نفسها شاقه، وانت حاطط وشك في الميه وبتعوم كيلوهات كتيره جدا. فالموضوع طبعا بيحتاج ان احنا نوجد لهم في المستقبل حاجات زي السباحه دوافع. بالظبط. ريم مع المقوله دي، انت برضو لما بداتي سباحه ما كنتيش عايزه تلعبي سباحه، ولا المقوله دي غلط؟ صح. لا هو انا كنت بحب المايه قوي وانا صغيره الصراحه، وكنت بلعب كمان باليه مائي وانا صغيره فكنت حابه الموضوع جدا، وبرضو كنت بكره السباحه طبعا. بالنسبه لي الباليه المائي بنلعب مع بعض ومبسوطين وكل حاجه، بس هي زي ما كابتن اشرف قال، لما حد بيلاقي نفسه اتعلمت في حاجه بيقدر يستمر فيها، بالذات كمان لعبه السباحه 89 في الاسبوع غير الفتنس غير الجيم، فهي لعبه شاقه وممله الاثنين، بس هي وانس انت كويس فيها خلاص كده، يعني بتبقى خلاص ديديكيتد ليها 100% يعني. كويس جدا. خلاص كده مش هجري معاكي في الكلام واخد منك كلام معين. ماشي. تدريبات سباحه شاقه جدا، 9 تدريبات، فتنس، جيم، بنت بتعمل كل ده بتاريخ كبير، انا عارف تاريخ ريم قاسم ما شاء الله. ازاي عندك الجلد ده؟ ازاي حصل الموضوع ده؟ ازاي السبيريت جات لك ان انت تكملي لكل ده عشان في الاخر ما شاء الله عليكي تبقي ريم قاسم، مع انك ما كنتش عايز تلعبي سباحه؟ هو الحقيقه هو عامه بيبقى من الناس اللي حواليك دايما، يعني مثلا انا بالنسبه لي بابا ماما مدربي حقيقه، لو ما كانوش في حياتي يعني انا كان زماني بطلت من زمان. غير كده كمان هو حضرتك لما زي ما قلت، حضرتك لما بتلاقي نفسك كويس في حاجه وانت حد توب فيها وبتعوم يعني خلاص انت وهبت حياتك للميه وحياتك للسباحه، فبالتالي خلاص دي تبقى اهدافك كلها على اساسها وحياتك كلها بتنظمها على اساسها وبتحاول تدور حياتك كلها حواليها. وهبت حياتك للسباحه بس يعني برضه هاجي لك تاني واقول لك بتوافقي ازاي او كنت بتوافقي ازاي. ما شاء الله عارف انت اتخرجتي مهندسه كبيره ما شاء الله عليكي، لكن ازاي كنت بتقدري توفقي بين كل الاجزاء دي وفي الاخر اصحابك يقولوا لك ريم تعالي معانا نخرج؟ مفيش. ازاي وانتوا صغيرين بتعملوا ده فعلا يعني؟ هقول لحضرتك، هو الفكره كلها ان يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اوفق بين الحاجات، يعني مثلا في الدراسه بالذات انا كنت بدرس هندسه، كنت بحاول على قد ما اقدر اللي هو امسك العصايه من النص، انا حابه الحاجتين قوي، انا حابه هندسه قوي وحابه السباحه قوي، كنت فعلا يعني في ست مرحله خاص بقى انت بتحبها، اللي هو زمان اهلك كانوا بيضغطوا عليك لازم تروح، بعدين لما بتكبر خلاص بتحبها لا ارادي يعني. فلو لازم تضطر تتنازل عن حاجات وتختار حاجات، لازم يكون في تنازل يعني. مين اكتر واحد كان بيضغط عليك في العيله؟ ضغط؟
لا ضغط مش دعم ضغط شديد لا ما كانش فيه ضغط الحمد لله عشان عرفت اكمل حلو بس دايما اللي كان ورايا على طول يعني واللي هو لازم اروح كل يوم التمرين وبيأنف في ضميري عارف انت اللي هو الحته اللي هو أيوة لو ما رحتيش هت بابايا الصراحه باباكي في له كده على الهوا الكاميرا قدامك وقولي له حاجه مهمه لان انت نجمه كبيره النهارده يعني لازم اشكره طبعا على اللي وصلت له لحد النهارده وحقيقه بابا وماما يعني الاثنين الصراحه وبجد اللي هو انا لو من غيره او من غير ماما برده ما كنتش عارفه اوصل اللي انا وصلت له النهارده ابدا يعني استحاله زي ما احنا شفنا ريم بتقول كلام مهم بتقول ان دعم الاسره هو دعم مهم جدا عشان توصل لبطله برده يوسف قال الكلام ده كابتن اشرف دعم الاسره مهم مع الجانب الفني للاعبين اكيد من ناحيه ان هو ان احنا الدعم الفني لينا احنا من ناحيه بتاعتنا ان احنا دايما بنحاول نخش في الجزء اللي هو المينتال بتاعهم نفهمهم ازاي ان الحاجات دي ممكن مستقبلا تفرق معاك وممكن تعمل لك مستقبلك زي دلوقتي بقى في ولاد كتير قوي بياخدوا سكولارشيب في امريكا فاحنا بنحاول برضو نوجد لهم الطريق التحفيزي ان هم ازاي من مجال اللعبه بتاعتك دي انت تقدر تتامن مستقبلك ممكن تخش تغير طريق حياتك خالص من ناحيه تعليم داخل مصر اللي بره مصر او من جوه مصر برضو زي مريم خلصت وتوصل ان هي تتاهل لاولمبياد وتتاهل لبطولات عالم هي تاهلت لاولمبياد فعلا ريو دي جانيرو بالظبط فالحاجات دي هي دي اللي بتبقى مهمتنا احنا من الناحيه الفنيه ان احنا نفتح لهم او نوسع الادراك بتاع عقلهم ان انت قدامك هنا وقدامك هنا الحاجات دي تقدر توصل لها بس طبعا الاساس اللي في البيت انا دايما بقولها لان انا كنت في يوم من الايام زيهم سباح انا بقولها لولا مامتي انا ما كنتش عارف اكمل لان هما اللي بيفضلوا في البيت يحفزوك لان بيجي وقت تبقى انت ممكن تزهق ممكن تمل ممكن تبقى محتاج حد يزقك بصراحه شديده الالعاب الفرديه ولي الامر قاعد على الشغلانه مش سايبها بمعنى واخد ابنه في ايده رايح جاي بيه كيفيه التعامل مع اولياء الامور اللي فعلا من هنا بقول لهم فعلا بنشكرهم جميعا لان هم فعلا بيتعبوا تعب لازم الناس تقدر تعب اولياء الامور لان لو ما قدرتش تعب اولياء الامور مش هتعرف هو بيصحى الصبح امتى بالذات في السباحه بيصحى 4 الفجر يودي يوصل التدريبات يرجع على مدرسه يرجع يودي تدريبات فالموضوع صعب جدا كيفيه التعامل مع اولياء الامور تحت الضغوط اللي هم فيها في الحياه وكمان مع اللاعبين بيبقى في جزء احنا كمفروض في الجزء الفني لينا بيبقى تثقيفي لاولياء الامور اكتر عشان يعرفوا ويساعدوك في الشغل بتاعك لان لو ما حصلش الجزء التثقيفي دوت او انت ما عندكش الملكه انك تتعامل وتفهم لولي الامر ممكن يحصل مشاكل زي ما بيحصل كتير قوي في بتعمل مشاكل كتيره في الحياه اليوميه طبيعي جدا إذا كان ده جانب كابتن ريم قاسم لكن كابتن يوسف أكيد ليه جانب مختلف لأن لسه ما مرش بالمراحل الكتيرة جدا في التعليم لسه في ثالثة ثانوي كابتن يوسف بتوفق إزاي بين التعليم وبين الرياضة حبك الأولي مع إن في الأول ما كانش حبك الأولي والله هو الفكرة كلها إن تنظيم الوقت لو عرفت تنظم الوقت ما بين السباحة والدراسة يعني تعمل جدول ده امتى وده امتى وده وقت اللعب امتى ووقت الدراسه امتى ووقت التمرين امتى الموضوع هيبقى كويس وهيعرف يمشي مفيش جدول مفيش نظام الموضوع هيفلت ويبقى فيه مشكله اكيد نجومنا اللي سافروا بره مصر كابتن احمد اكرم كابتن علي خلف الله ونجوم كبار اكيد هم عندنا النهارده قدوه لاعبين السباحه عايز تاخد السكه دي ولا هتفضل معانا في مصر لا اكيد اكيد عايز اخد سكولارشيب واطلع معاهم اطلع مع كابتن احمد اكرم وكابتن علي هبقى زيهم اكيد فيهم فلانيهم رايحين في تارجت ايه؟ كابتن يوسف النهارده هو بيتارجت نفسه في الحياه، رايح تارجت فين؟ الحلم فين؟ ان شاء الله اني اشارك مع منتخب مصر في الاولمبيكس ان شاء الله في يوم من الايام بطوله عالم بطولات دوليه مع مصر يعني ان شاء الله باذن الله تكون في بطولات جديده، كابتن ريم قاسم اتكلم بصراحه شديده معاكي عندي تعليق عليك انا شفتك وانت صغيره أكيد. ما شاء الله نجمه كبيره جدا فعلا كابتن ياسر نجمه كبيره راحت في حته ثانيه خالص لكن في 2016 عملنا طفره كويسه قوي تمام كريم قاسم هديت بعد الطفره دي ليه؟ بص هو بعد ريو بالذات انا اصلا كنت يعني حاسه اللي هو ده كان الحلم بقى وخلاص ما فيش حلم بعد كده
وكمان دخلت بقى على مراحل شديده شويه في هندسه، هيك عارف طبعا سنه رابعه وسنه خمسة مشاريع تخرج فيعني بياخد وقت. كمان انا عماره فبياخد وقت مهول. انا لسه كنت لسه بفضل اعوم برده، بس طبيعي جدا ان المستوى هيقل شويه، ان طبعا بقيت بطبق كتير مثلا، يعني بقيت ما بروحش كتير بيت اصلا، فبالتالي طبعا المستوى قل زياده طبعا، يعني قل شويه، بس يعني الحمد لله فضلت برده محافظه شويه، قدرت احافظ يعني، بحاول اقنع نفسي ان قدرت احافظ. اكيد بص دي حاجه كويسه جدا، واكيد كابتن ريم قاسم ان هي تقدر تحافظ ليها دراستها جامعه امريكيه، فالموضوع مختلف تماما، كمان هندسه عماره ما شاء الله عليها، فالموضوع اصعب كتير، لتقدر تحافظ مع كل ده وتقدر تبقى هي بطله لغايه وقتنا هذا، محافظه على نفسها ومحافظه على تواجدها داخل الجوائز او داخل احراز الميداليات، اكيد دي حاجه مهمه جدا. كابتن ريم بتواجدك داخل الجامعه اكيد اصحابك في وقت وقال لك كفايه بلاش، لكن انت مصممه وعندك الدافع، ده اللي اتعلمتيه داخل النادي الاهلي. ده من واحنا صغيرين دايما النادي اللي هو دايما يعني ما فيش حدود لاحلامك بجد، كان دايما من احنا صغيرين بيأهلنا ان احنا دايما هننافس حاجه غير جوه مصر، يعني مش بيخلي حدودك جوه مصر. يعني كان عندنا سفريتين في السنه، وكان على طول من وانا عندي 11 سنه كنت اكسبوزد للبطولات بره مصر وجوه مصر، فيعني دايما النادي هو السبب في الموضوع ده، ان احنا ما عندناش سقف لطموحاتنا، ودايما ان احنا اللي هو احنا يا اما اول يا اما احنا كده خسرنا، فدايما النادي كان معودنا على الموضوع ده الصراحه. فيعني عشان كده طبعا اكيد طبعا النادي الاهلي ليه فضل كبير جدا طبعا علينا كلنا، يعني اكيد علينا كلنا، واكيد بتتكلم صح، علينا كلنا، على اي حد انتمى للنادي الاهلي الفضل النادي الاهلي بيرجع ليه. كابتن يوسف اكيد في مسيرتك الكبيره، ايه رايك في حلوه كبيره دي ولا يعني الوقت اللي انت لعبته اكيد في ميداليه بتحتفظ بيها في تاريخك اللي فات وبتحبها جدا. ميداليه في يعني في ميداليتين هم بحب يعني 10 ميداليات. اول ميداليه عليا عمومي في السن الكبير كانت في شهر 4 اللي فات في اسكندريه، وميداليه لا ما تقوليش ميداليه عمومي دي، انا وانت ميداليه عمومي سبق ايه عملنا ايه كان 200 متنوع. كنت نازل فاينل، انا كنت اصغر واحد في الفاينل معاهم، ويعني كنت كان نفسي اخد ميداليه في السباق دوت معاهم، والحمد لله ربنا كرم واخدت مركز ثالث يعني. تمام دي ادي ميداليه. الميداليه الثانيه كنت 13 سنه، وكان منافسه على كاس احسن سباح، وكنت لازم اكسب السباق دوت، وكان سباق 400 حره، والحمد لله عرفت اكسب السباق ده بتسع اجزاء. تسع اجزاء كان اول كاس احسن سباح ليا، فكانت حلوه. لعيب السباحه بصفه عامه اللي هو يلعب حره بريست فراشه ايا كان يقدر يلعب متنوع ولا لازم يكون سباح تخصصي في المتنوع؟ لا لو عندك اكتر من عمتين كويسين، اتنين مش تلاته، اتنين كويسين ممكن انت تشتغل على العومه الثالثه. احنا كده كده في الشغل بتاع المتنوع في حاجه اسمها الويك ستروك او العومه الضعيفه، فاحنا لما بنيجي بنلاقي سباح عنده عمتين كويسين وفي عومه واحده ضعيفه والثالثه نقدر نقول عليها اللي هي يعني مقبوله، فبنقدر نعمل لو لقينا هو عنده الاستعداد ان هو يعوم في الجزئيه دي بنبتدي نحط له خطه ان هو يبتدي يعوم في السباقات ال 200 متنوع او 400 متنوع. ريم اكيد في سباقاتك كلها انا عارف تلعبي حره، ليه رحت متنوع؟ يعني ايه اللي وداكي تلعبي متنوع؟ لا هو انا ما لعبتش متنوع، انا اتجهت للطويله اكتر للبحر. انت واخد 400 انت واخد 400 حره، سوري يا ناس ده يوسف ده يوسف يعني معلش لا اللي خليت اتجه للطويله حقيقي اللي هو لقيت نفسي فرصه احسن بكتير من القصيره ان انا اتجه للطويله، فبالتالي ابتديت بقى اعوم على البحر اكتر، وبعدين اتجهت هنا احسن في البحر، كل ما المسافه تولت انا بعوم احسن. فبس فرحت بطوله عالم، بعدين رحت بعدها معسكر، بعدين تحاولت اتاهل الاولمبياد، بعدين اتاهلت الاولمبياد وتاهلت الاولمبياد. طب لازم اقول لك الفرق بين السباحه القصيره او الشورت كورس او الحاجات او الملاعب الصالات او الملاعب الصغيره والبحر، الفرق بين ده وبين ده؟ هو الفرق كبير، هم اصلا لعبتين مختلفين تماما بجد. البسين بيبقى انت في حارتك لوحدك ومفيش اي عوامل خارجيه خالص، وبيبقى التاتش بورد ويعني وسباقات سرعه جدا كويس. البحر بقى عايزه نفس طويل، وبعدين بقى في عوامل خارجيه كتير، الجو والكارنت بتاعت الميه والمنافسين اللي معاك، احنا ممكن يكون مثلا 50 بنت عايمين في اقل من 5 متر مثلا، وكلنا فوق بعض بقى بس على حاجه كلنا فوق بعض، بيتخبطوا في بعض وانتوا بتعوموا فعلا ولا
المسافه بعيده بس انت لا 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 بنخبط بعض جامد بالذات في الاول ان احنا الستارت بيبقى كلنا مع بعض نفس الوقت وكله عايز يعوم في اقصر هو لازم المسار بيبقى ليه تكنيك معين و واتجاه معين فالاقصر يعني زي كده الجري لما حضرتك بتقصر المسافه على نفسك تلف على ضيق مثلا او تلف على واسع على حسب برده كل سبق اكيد بيبقى هو ده الاحسن فبالتالي كل البنات عايزين يروحوا عند الحته دي كويس فبالتالي بقى بيبقى فيه هجوم على كارنت معينه نعوم عليها كلنا فبالتالي بيبقى فيه طبعا بنخبط بعض كتير جدا بالذات في الاول لما قبل ما كلنا نبتدي بقى في سرعات بتختلف ويبقى فيه مسافات بين كل لعيبه ولاعيبه قبل ما اسيبك اصعب سبق اتدربتي فيه ويعني عايز اقول لك ايه غطسوكي في الميه كان اصعب سواء خالص كان اول بطوله عالم ليا انا كنت ما كانش عندي قوي خبره في بطولات بره مصر قبل بطوله العالم لسه بقى بمطرحه على بطوله العالم ما عنديش خبرات وكده ما عنديش خبرات خالص فانا ما كنتش فاهمه قوي ان المنافسه عنيفه يعني غير مصر برده المنافسه بره بتبقى عنف بكتير طبعا. ان حضرتك بيبقى معاك يعني بلاد جامده جدا في السباحه وبنات كمان ما شاء الله يعني حاجه باور قوي فما كنتش متخيله قوي المنافسه فكان الموضوع بالنسبه لي يعني مش مستوعباه خالص فضربت جامد جدا عشان ما كنتش مستعده عارف انت ضربتي طبعا غطسوكي في الميه ولا ضربتي بقى لا هو ما فيش ضرب بس بيبقى احنا بنخبط في بعض فانت لو مش مستعد للخبطه انت هتقع تحت ومش هتطلع يعني فانا وقعت تحت فعلا وما طلعتش يعني الموضوع كان بيضحك بالنسبه لي شويه كابتن اشرف زي ما احنا شايفين السباحه زي ما ريم قالت ان السباحه الطويله غير السباحه القصيره ازاي بتختاروا لاعبين السباحه القصيره توديهم سباحه طويله ولا هو السباح اللي بيروح السباحه الطويله ده بيكونوا بيظهروا في الاول في السباقات اللي هي اللونج ديستنس او المسافات الطويله بتاعه البسين اللي هو من اول 400 800 1500 اللي هي السباقات بتاعه الحمام السباحه نفسها اللي هي احنا بنعتبرها بنقول عليها برده سباحين الديستنس اللي هو جوه البسين هم اللي بيتميزوا هم اللي بنبتدي نحط عينينا عليهم ان احنا ممكن ندخلهم في الانفايرمنت المختلفه تماما طبعا لان في ناس كتير قوي ممكن تلاقيه سباح متميز 400 و800 متر بتروح تحطه في البحر ممكن يكون عنده فوبيا يخاف تلاقيه مش قادر يعوم يخاف سباح يخاف في ناس كتير في البحر لما بيحط وشه في المايه وانت مش شايف حاجه الدنيا خضراء بيبتدي السب كونشس او المنطقه بتاعت مخه يتهيأ له بقى اسماك او حاجه يعني عندنا انا واجهت الموضوع ده كتير قوي انت شخصيا ولا انت واجهت الموضوع ده مع سباحين انا واجهته ايام ما كنت بلعب سباحه انا يعني انا قول لي الفوبيا دي بالذات يعني بتبص في الميه تخاف يعني انا مثلا سمكه قرش انا مثلا لا مش كده هي ان انت تبقى عايم مش شايف اللي قدامك ايه يعني انا نفسي كنت عمت لغايه 400 متر ايام ما كنت بلعب سباحه في النادي وما عرفتش الاقي نفسي او ما ارتحتش في عوم البحر عندي سباحين قابلت معاهم نفس الموضوع دولت نفس المشكله برضو فهي بتبقى برضو حسب السباح يعني هي في الاول والاخر بتبقى حسب السباح يوسف هتروح سباحه طويله ولا مش ناوي خالص الموضوع الضرب والزق ويغطسوك تحت الميه والله انا عندي بطوله كمان اسبوع تقريبا انا عارف بس انا يعني ايه اللي وداك لان انا يعني اول مره نزلتها كسبت السباق قربت اكسبه بس المره اللي فاتت زي ما قلت ريم انا ضربت تعجنت مش ضربت في البحر في الاول خالص في اول السباق اول في الستارت اللي هو كلنا بنبقى جنب بعض وكملت السباق بالعافيه اللي هو كملت خلاص الناس بقى بعدت بحاول ابص عليهم مش لاقي الناس اللي هم اللي بينافسوا معايا فخلاص يعني شبه سبت السباق بس يعني ربنا يكرم في المره الجايه ان شاء الله ريم قولي لي قولي لي في شرم الشيخ هنعمل ايه؟ لا ان شاء الله يعني انا هو انا يعني من ساعه ما خلصت جامعه وانا يعني المفروض عايمه كويس الحمد لله فحاسه ان شاء الله ان هو في مؤشرات حلوه كتير وبعد البطوله دي كمان مؤشر حلو فحاسه ان شاء الله هعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله ريم قاسم بتضرب وهي في السباحه في السباحه لا خالص بجد لا يعني بفادي بس والله لا مش بفادي؟ لا ما هو عشان لو حد زنق عليا يعني ما مش عايزه اتخبط برضو يعني صح. عامه هقول لكم صراحه انا هعديها لكابتن ريم قاسم ان السباح في ارض الملعب اكيد بتدي قوه من هنا بتزق من هنا عشان تعدي كابتن اشرف قول لي المرحله اللي جايه في النادي الاهلي باذن الله للسباحه القصيره والسباحه الطويله احنا ان شاء الله باذن الله هننهي سنه 2019 ديت بجمهوريتين اول واحده طبعا الجمهوريه الطويله اللي هي في شرم الشيخ كويس ودي الحمد لله برضو يعني من الفتره بتاع بلغاريا
مدربي من وانا عندي 11 سنه هو دكتور شمس. انا طبعا يعني انا بجد هو لو مش مدربي ما كنتش زماني كملت سباحه، فانا طبعا لازم اشكره طبعا، وهو اللي وصلني لكل اللي انا فيه. وبجد هو يعني حد دايما بيجدد من نفسه، دايما عنده خبره واسعه جدا. هو كان سباح فعلا قبل كده وبطل افريقيا، فيعني هو اللي وصلني لكل اللي انا فيه ده دلوقتي. وكمان هو وصلني ان انا اتاهل من غير ما اسافر بره البلد، وفضلت قاعده هنا ما شاء الله، واتخرجت هندسه اللي انا عايزاها برده. فلازم اشكره طبعا يعني، اقول له شكرا ان هو وصلهولي. كلمه اخيره للكابتن يوسف للمدربين في المرحله السابقه لكابتن يوسف. انا اتدربت مع كذا مدرب، كلهم ساعدوني، كل يعني مفيش مدرب اتمرنت معاه وسبته وانا في اي مشكله او اي مشكله معاه، فكلهم ساعدوني وكانوا في ظهري. وبقالي يعني فتره طويله، بقالي سنتين بتمرن مع كابتن اشرف، فهو كان في ظهري وفي كل مشاكلي يعني كان بيساعدني في كل حاجه، فبشكره طبعا. زي ما احنا شفنا وسمعنا وشفنا قدامنا من الكباتن الكبار بتوعنا بيوجهوا رساله او يعني كلام لمدربينهم، لازم نسمع كلمه اخيره من الكابتن اشرف ليه، رساله لكل الناشئين وناشئات وابطال النادي الاهلي في السباحه عشان يوصلوا ان شاء الله على منصات التتويج العالميه. كابتن اشرف تقول ايه؟ طبعا ابلغ ان السباحين كلهم ان السباحه تقدر منها كرياضه تفيد حياتك، زي ما ريم قالت، حته الالتزام، حته ان انت تنسق، تعمل لك مستقبلك في حاجات كتير قوي. تاني حاجه اللي بالنسبه للجزء بتاع الرياضه نفسها الاحترافيه، تقدر توصل لحاجات كتير قوي، بحيث ان هي تامن لك يعني تامن لك حاجات كتيره كرياضه يعني. يعني اقول لكل السباحين، انا اتلخبطت شويه في معلش، بس انا يعني دي قررتنا واحنا نقول احنا عايزين. انا اتلخبطت شويه، بس هي الفكره ان هي انا مارست اللعبه كسباح، و اتعلمت كتير يعني حاجات كتير قوي، وفادتني حاجات كتير قوي بتعلمها لاولادنا. بالظبط، انا دلوقتي بعرف اتعامل فيها مع الولاد، وبقدر اوضح لهم ازاي تقدر الحاجات دي تفيدهم، وازاي يقدروا يوصلوا يبقوا ابطال. كابتن اشرف نورتنا وشرفتنا، ودايما في انجازات وبطولات. الله يخليك. نجومنا الكبار كابتن ريم قاسم، كابتن يوسف، نورتونا وشرفتونا. ان شاء الله دايما تكونوا معانا متواجدين، ودايما ابطال السباحه اذا كان نجوم او نجمات الاثنين مع بعض، فعلا دايما السباحه في النادي الاهلي شكل مختلف، وضع مختلف، بطولات مختلفه. بنشكر جهاز السباحه بقياده الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بصفه عامه، لان فعلا عندنا نجوم كتيره في كل المجالات في كل الالعاب. زي ما احنا